أستاذي، بعد ما العميل بياخد السيرفيس، هل موضوع تبادل السيرفيس مع الفريلانسر والزبون سهلة؟ سهلة جدا، لأنك بتاخدي مثلا الخدمة من فايفر بيدعمك جدا لحد ما تبقي راضية 100% عن الخدمة بتاعتك، والناس على فايفر بتخاف تسيب لهم ريفيو وحش، فبيكون البائع متعاون معاك بشكل كويس جدا، وانت اصلا مختارة واحد واخد تقييم 5 زي ما احنا شرحنا في الكورس، او واخد تقييم فوق 4.5 وعنده عدد كبير من الاوردرز، فبتقدري تعرفي ان في عدد كبير من العملاء بتشتري منه هو راضين عن الخدمه بتاعته، وبالتالي بتبقي انت بتشتري منه بثقه. وبعد ما بتاخدي منه اوردر 2 3، ممكن تيجي في مره تروحي بعت له ملف كده وورد على الفايل، تقولي له وورد على فايفر عفوا، تقولي له شوف الملف ده، لما يفتح الملف يلاقي رقم الواتساب تقولي له تواصل معايا واتساب. لا، ما تبعتيش الواتساب على طول عشان ما تخالفيش قوانين المنصه يعني. لو تواصل معاكي على الواتساب ممكن تبداي تطلبي وقتها تدفعي له خارج المنصه، وبالتالي ال 20% تقريبا عموله فايفر يعني مش هياخدهم، فبالتالي ممكن تشتري منه باسعار ارخص، وتعرفيه وقتها بقى ان انت بتعملي دروب سيرفيس وهذه الامور، ويبدا يديك بسعر ارخص من اللي موجود على فايفر كمان. ولو انت خدتي الاوردر منه مثلا تصميم، ورحتي اديت التصميم ده للعميل بتاعك، والعميل بتاعك قال لك لا لو سمحتي انت بعت لي التصميم مثلا الوان ابيض اسود اخضر، انا عاوزهم مثلا ابيض اسود ازرق، ولو سمحتي غيري نوع الخط، بتروحي واخده نفس الكلام بالظبط رايحه للولد بتاع فايفر اللي مصمم لك اللوجو، تقولي له لو سمحت عدل لي اللون الاخضر الى كذا وغير لي نوع الخط، يبعت لك التصميم الجديد، تروحي واخده التصميم الجديد من فايفر رايحه مديه للعميل بتاعك، بيقول لك خلاص شكرا كده و100. غالبا اغلب العملاء اللي بيطلب تعديل غالبا هو بيطلبه مره واحده، يعني انا عمري ما اتعاملت مع عميل اللي هو بيبدا يعدل الاوردر مره وثانيه وثالثه ورابعه، لا، فالموضوع ما بيبقاش متعب خالص، والموضوع صدقيني بيكون سهل وجميل.